مش خير ابدا يا دكتوره. بلطجية بتوع الوزير زكي يحيى امبارح الفجر خدوا الدايره من شرقها لغربها تقطيع وحرق في غرفه الدعايه الانتخابيه بتاعتنا. ده معناه ان اعصابه بدات تنهار ودخل على تصرفات عدوانيه. انا عموما عملت له محضر قبل ما اجي في اسم شرطه امبابه. البلاغ والمحاضر مش هيفيدونا في حاجه، احنا لازم نستغل اللي حصل ده لصالحنا. لصالحنا ازاي يعني؟ هو مش ارقام تليفونات الاستاذ سمير فايق مسؤول الاعلام في الحمله الانتخابيه معاك؟ ايوه طبعا. اتصل بيه فورا، بلغه بكل اللي حصل وقول له باي وسيله وباي ثمن يتصل باهم مراسلين في القنوات الفضائيه المحليه والعالميه ويجيب لنا مندوبين من كل الصحف ويحصلنا على الدايره، وانا هلبس بسرعه واجي معاك نروح على هناك. انا شاهد على اللي حصل امبارح قرب الفجر، عيال بلطجيه ياما من اللي الوزير زكي لاممهم حواليه نزلوا على المنطقه هنا وفضلوا يقطعوا ويحرقوا في يافطه التأييد بتاعت وفاء هانم، حتى اليافطه اللي الاهالي عاملينها من حر مالهم يا راجل ما رحموهاش. هم مفيش غيرهم البلطجيه اللي هم حوالين الوزير زكي يحيى، وانا شايفهم بعناية قرب صلاه الفجر. زي ما حرقوها وقطعوها هنعمل غيرها وغيرها وغيرها وهننتخب وفاء هانم المصري. نور نور يا فانوس، نور نور يا فانوس، خلي وفاء تزعل كابوس. نور نور يا فانوس، نور نور يا فانوس، خلي وفاء تزعل كابوس. عموما يا جماعه انا مش هقول لمعالي السيد الوزير زكي يحيى غير ان اللي حصل ده لا يليق بيه ولا بمنصبه ولا بموقعه كسياسي. احنا هنا في معركه انتخابيه مش في معركه حربيه ولا معركه بلطجه. يعني حضرتك مش خايفه من كده تلاعب بدون انتخابات؟ طبعا خايفه وقلقانه، وعشان كده بطلب من كل مراسلي الصحف والقنوات الفضائيه المحليه والعالميه حضور كل عمليات التصويت في جميع اللجان الانتخابيه. بطلب منهم كمان مراقبة ومتابعة نقل الصناديق وعمليات الفرز حتى إعلان النتيجة، حتى تكون أي تجاوزات أمام أعين رجال الإعلام اللي أنا واثقة من حيادهم ونزاهتهم وإنهم هينقلوا الحقيقة كاملة لكل جموع الشعب. وأنا بكررها تاني يا جماعة، أنا مفيش أي عداوة بيني وبين الوزير زكي يحيى. أنا لما نزلت الانتخابات ده كان بناء على رغبة أهل الدايرة اللي بدعي ربنا من كل قلبي إن أكون أهل لثقتهم الغالية. نور نور يا فانوس، نور نور يا فانوس، خلي وفاء تزعل كابوس. خلي وفاء تزعل كابوس. نور نور يا فانوس، نور نور يا فانوس، خلي وفاء تزعل كابوس. خلي وفاء تزعل كابوس. ألف مليون حمد لله على السلامة. ويلكم باك مريم اي لاف. ثانك يو دارلينج، ثانك يو سو ماتش. اي مس يو سو ماتش مراجي. عارفة وحشتيني قد إيه؟ يعني من هنا لغاية آخر الدنيا. اي مس يو تو انفينيتي اند بيوند مراجي. يو تو دارلينج، اي ريلي مس يو سو ماتش. طمني إيه أخبار الشغل؟ نوت جود مراجي، نوت جود، مش كويس خالص. سوق السياحة نايم قوي السنة دي، يا دوبك بنجيب تكلفة المرتبات. I am so so sad. How come? انا ببعت افواج سياحيه كتير من فيينا ومن كل اوروبا ومن روسيا كمان. كامل I know مرايكي، I know. مش عارف اقول لك ايه، المدير المالي هتقعدي معايا تشوفي اصول الدفاتر. So sad. Anyway انا جايه المره دي وجايبه اوفر لبزنس هايل كتير. كامل ده الموضوع اللي اتكلمنا فيه الشهر اللي فات في فيينا. Yes. اوه احلى كلام مرايكي. I love it. Sweet words to my ears. ماريا ماريا ماريا. I love you مرايكي. Love you too darling.